ميرسي. هنشوف بعض تاني؟ طبعا. طيب باي باي. باي باي. صباحي على خير. وانت من اهل. اسمعي، ما تنسيش اللي قلت لك عليه. قلتي لي على ايه؟ عليكي واحد. مع السلامه. باي باي. ايه ده يا بنتي، كنت فين لحد دلوقتي؟ كنت في السينما للساعة 2. كان معي بنات صحابي، وبعد ما خلصنا الفيلم اشترينا سندوتشات. الجيران لما يشوفوكي راجعة في الفجر يقولوا ايه يا بنتي؟ ربنا يكفينا شر الناس وكلامهم. انت لسه بنتي يا حبيبتي، وسمعتك تاك فوق راسك. تصبح على خير. بونسوار. سعيدة يا بابي. سعيدة يا حبيبتي. عامل ايه الليلة دي؟ زي كل يوم. معلش عن اذنكم. رايحة فين؟ ما تقعدي معانا شوية. معلش يا بابي، اصل تعبانة شوية وعايزة انام. طب يا حبيبتي على كيفك. عن اذنكم. مع السلامة. يلا يا سيدي. جاي. كم كم؟ بنتك حلوة قوي. كارت. طلع لابوها. انت فاكر نفسك حلو؟ ثلاثة كام؟ راحت عليك يا راجل. صلت فشر. انا هفضل حلو كده طول عمري. والسهرة حلوة، والترابيزة شعلية، والسمية سكة. سمية مين؟ واحدة صاحبتي كانت في الكويت وجت امبارح. لو كنت جيتي امبارح كنت اتبسطتي خالص. على العموم ما تنسيش الخميس الجاي لازم تيجي. ان شاء الله. طبعا حاجة. صباح الخير. ايه؟ خصماني؟ حقك عليا يا ستي. أنا غلطان. أنت مين؟ أنا مين؟ أنا عزت. عزت؟ آه. عزت بتاع امبارح. أيوه بتاع امبارح. ما خلاص، امبارح فات. بابا يا سمير أشوفك بالليل. بابا راح قال. أنت اسمك إيه؟ نعم. اسمك ايه؟ وانت اسمك ايه؟ سميرة. اسمك ايه؟ انا عزت. عزت؟ عزت بتاع امبارح. وانا كل ما اروح في حته الاقيك في وشي. انت عايز مني ايه؟ انه يجيلك مزاج تتعشي معايا. فين؟ مطرح ما يعجبك. وتبطل تطاردني؟ اوعدك. الليله دي انا سهرانه عند واحده صاحبتي، تحب تسهر معايا؟ ما بحبش اصحابك دول. يبقى مره تانيه. اوكي باي باي. هنسهر سوا الليلة دي. فين؟ عند واحدة صاحبتي هعرفك بيها، عاملة بارتي يجنن. أيوة بس الليلة دي أنت عارفة. نسيت. هاتي وتعالي يسهر معانا. يمكن ما يرضاش. هيرضى، ده أنتوا هتنبسطوا قوي. العنوان أهو، تعرفي ما جيتيش هزعل منك. أما أشوف. أوكي باي باي. مع السلامة. ما شربش الشاي
عشان يا كده كنت يا ده انا عسوس. بس بالغلق اللي معاكي ده وتيجي تسهري معاه. مرة جاية ان شاء الله. عن اذنك. اتفضل. مالك يا عسوس؟ متضايق ليه؟ البت دي هتجنني. حسن انا معايا فلوس. انا عارف. خليهم معاكي. لما احتاج هقول. زعلنيش حسن. انت حاسس ان دلوقتي بقابلك عشان الفلوس؟ مبروك يا حسن. مبروك يا ابو علي. مبروك على ايه؟ ده خيبه تقيله. وهي طنطوس وحشه؟ طب دي جهنم. انت رحتها؟ ثلاث اشهر لما روحي بقت هنا. من حيث؟ من حيث كله. قد كده وحش؟ ابدا، دي بلد جميله جدا. سرايات وبيوت، لكن بقى لا سهرات ولا قعدات ولا حاجات. ومن الساعه 10 ده حظ ايه المنيل ده؟ أفندم. سوسن، صباح الخير. صباح الخير يا حسن. هقول لك على خبر زي الزفت. أنا اتنقلت طرطوس.